بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم خالد حسين خرد من شركة دخيل للعود. المنصب أو الوظيفة مدير المشتريات والمستودعات. التحقت بدورة محلل سلسلة إمداد المقامة في المجلس الغرف السعودية. بصراحة دورة قيمة ممتازة جيدة في مجال الإمداد، مفيدة لجميع من يلتحق فيها في نفس المجال أو في مجالات أخرى. توسعة المدارك شيء مفيد جدا. طبعا نعبر شكرا للأستاذ عبد القادر مصطفى، كان شرح مميز جميل جدا، مبسط، قريب إلى القلب. ربي يعطيه العافية إن شاء الله، وشكرا جزيلا، وأنصح الجميع طبعا بالالتحاق فيه. شكرا جزيلا.